تقريبا انت علقت عليه خلاص، ده معمر القذافي وصدام حسين يرحمه. عايز تقول تعليق تاني يرحمه؟ لا، عاوز اقول ان صدام حسين قدام حبل المشنقة، وقفته قدام حبل المشنقة وقفت بطل رغم كل اخطائه وسجله الذي ندينه في مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن تحديه لأمريكا نكبره فيه ومواجهته لحبل المشنقة هو كان أرجل من جلاديه ومن شنقيه. وماذا عن القذافي في نفسه؟ وماذا عن القذافي؟